السلام عليكم. دلوقتي عايزين نحط مفتاح لللايتنج اللي عندي، فاجي هنا ديفايس واقول له ان انا عايز اوصل لايتنج، وخلينا نوصله كده عند الباب. وانا بحطه بيقول لي انت عايز تحط فيرتيكال فيس يعني على الحيطه، ولا عايز فيسز فتحط مثلا على الارضيه، او ورك بلان لو انت عندك اي حاجه مايله ممكن توصل عليها. طيب بعد كده بتلاقي هنا الارتفاع من على مستوى ليفل 3، فده لو غيرته هيبدا يطلع وينزل معاك. ولوست فروم هوست ده ممكن مثلا تخليه مثلا 500، فمعنى كده ان هو هيبعد عن الحيطه. طبعا ممكن تخليه صفر تاني او تقول له بيك نيو وتروح حاطه على الحائط بالشكل دوت. طيب عايز ابدا بقى اوصله باللايتنج ديت، فممكن تعمل سيلكت على اي واحده وتقول له سويتش، وبعد كده اديت سويتش سيستم، اد تو سيستم، تقدر تزود زي ما انت عايز، ريموف تقدر تشيل تحذف من الحاجات اللي انت عاملها، سيلكت سويتش هتروح محدد السويتش بتاعك بالشكل دوت. فكده خلاص هما مرتبطين ببعض. لو قلت له فينيش، لو انا جيت على المفتاح دوت ودوس تاب هيقول لي ان كل دول متوصلين معايا بالشكل دوت. وفي اي لحظه تقدر تعدل تاني على السويتش سيستم، تقدر تعمل سيلكت للسويتش اخر او ديسكونكت ذا سويتش.